أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقنا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم
بعوضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا قال آمنتم له
النخل ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء صدق الله.